السلام عليكم شباب، معكم ديسنجر. اول جهد رجعتكم في فيديو جديد. هذا الفيديو راح ارويكم طبعا سكنات جديده في Year of the Dog للسنه الثانيه في الاحتفال السنه الصينيه في اوفر واتش. فهذه سكنات بعضها ممتاز بعضها حلو بعضها ابو كلب، فخلينا نبتدي معكم هذا الفيديو. طبعا هاي يمكن التسجيل الخامس ما ادري السادس، دائما تكون عندي مشاكل خاصه هاليومين اللي راحت كل برامج المونتاج عندي اختربت، سبحان الله لو اهتفقت والله ما صار اللي صار. المهم نبتدي ندخل معاكم في نفس الموضوع. طبعا في سكنات قديمه في سكنات جديده، راح ارويكم الجديد بعدين نروح للقديم واعطيكم رايي. حلو، نبتدي بمكري. مكري عنده سكن جديد من كثر ما عنده فيديو والله حفظتم. طبعا هذا سكن ابو كلب، بالنسبه لي يعني ما حبيت الصراحه، يمكن الناس تحبه يمكن الناس ما تحبه، بس بالنسبه لي احلى شيء في هذا السكن هو السلاح. السلاح هو الشيء الوحيد اللي حبيته فيه. بس السكن نفسه هذا اليد هنا ما حبيتها، يمكن اعطنا رايك في الكومنت تحت شنو رايك فيه. حلو، هذا الشيء الاول. السكن الاول، نروح السكن الثاني جينجي. هذا مو بس افضل سكن في هذا الايفنت، واحد من افضل السكنات في لعبه اوفر واتش كامل الصراحه. هذا السكن مهما اقول ابداع قليل، والله قليله كلمه ابداع في هذا السكن، والله قليله قليله قليله. حلو، نشوف. والله ما ادري اقول لك يا جينجي، ودي العب فيك بس انه ما اعرف الصراحه، مهما تعلمت عليك ما اعرف. حلو، نروح الى مرسي. مرسي هذا لازم بعد ناخذه، هذا الصراحه سكن خرافي على قولت بعض الناس خقه، الصراحه ابداع والله، من افضل سكنات الديتيلز اللي فيه شيء رهيب. شوف سلاحه هم حلو بعد، مو سيء مره جيد، الوانه رهيبه الصراحه. طبعا في فيديو سجلته في البدايه بس اخترب للاسف، ذهبت فرح في هذا الفيديو بس انه ما زبطت معانا، لم تزبطوا معنا في التسجيل، ف مو مشكله. السبب اللي خلاني اذهب فرح هذا السكن الصراحة، هذا السكن اسطورة. صحيح ان جينجي افضل منه، بس ان الصراحة بالنسبة لفرح هذا واحد افضل سكن بالنسبة لي لفرح كامل. حلو، وطبعا هذا السلاح مذهب، شوف كيف شكله يا اخي، والله شكله اسطورة، والله اسطورة. اليد كي تحس يد مال الصواريخ، تحس في يد تنين كذا ماسكة قنابل، والله تفاصيل رهيبة فيه. حلو، زاريا عندها سكن جديد رهيب، بس مو هذا السكن، هذا السكن بالنسبة لي يمكن أضعف ثاني سكن بالنسبة لي في هذا الإيفنت، لأن جينجي توب. أول شيء جينجي فرح، بعدين مرسي. يمكن بعدها من يجي من الخايس نقول ودو ميكر، بالنسبة لي صراحة ودو ميكر ما حبيته، بس يظل افضل من مكري بالنسبه لي، الوانه متناسقه بس انه يمكن هذا افضل منه. حلو، نرجع الى ولا هذا الاحمر اللي الكل يدور عليه من زمان. المهم تقريبا هذه كل السكنات الجديده، باقي سكنات قديمه. مثلا نروح الى مي. مي عندها سكنين، هذا القديم وهذا القديم. حلو، وعندنا مثلا جونكرات هذا سكن بعد رهيب. وين السكن؟ وينك ايوه هذا السكن، هذا سكن حلو بعد جيد مش بطال. عندك سكن ديفا هذا سكن ديفا حلو، بس بالنسبه لي ديفا هذا حتى لو ما اخذته ما اندم عليه ابدا، لان هذا سكن الاسود يا حبيبي والله شيء خرافي. زين، عندنا باسشن، عنده سكن باسشن قلنا ما قلنا أنا. حلو، هذا باسشن بعد رهيب جميل ولطيف. تريسر في لها سكن قديم صحيح بعد، ايوه اصلا لابس انه وقاعد ادور عليه، بس صراحه بيني وبينكم شريته على طول اول ما شفته، ومذهب تريسر فشي خرافي عليه. حلو، شنو بعد؟ وينستون عنده سكن، هذا سكن وينستون اذا جاني حلو، اذا ما جاني اوكي. المشكلة يمكن احس وينستون هذا يمكن افضل سكن حقه، وينستون يمكن اضعف شخصية سكناتها خرافية بالنسبة لي اشوف، قصدي مو خرافية ابو كلب اسف اصحح المعلومة، لان احس وينستون مظلوم في السكنات ما ادري ليش، يعني كل الشخصيات تحس ان سكن حقهم هيبة الا وينستون ما ادري، بس انه شخصية ممتازة هي يعني. زاري شفناها، زنياتا موجود لها سكن، سيمترا بعد
الحين نشوف ماسي مترا. هذه زنياتا. اوكي سيمترا يشبه مال تريسر تقريبا، نفس الالوان بس هذا شوي احمر. تريسر لا مي، اسف مو تريسر، يشبه مي، مي الاحمر. حلو. رود هوغ اتوقع بعد عنده سكن. حلو هذا له سكن قديم، اذا تبي تحبه شيء بالنسبه لي اوكي. انا مستانس الصراحه بالهالوين، ما راح اغير الهالوين. شيء ثاني اتوقع الهايلايت حق مرسي، ما ادري صراحه شخصيه ثانيه عندهم هايلايت ولا لا، بس هذا الهايلايت اسطوري. اذا اتوقع مين مرسي الكل راح ياخذ، مع ان مرسي بالنسبه لي ما ماتت، ناس كثير يقول اوه ماتت مرسي، بس والله بعدها قويه. بعدها الوين ريت حقها كامل على العالم 50%، ناس وايد تلعب فيها ولسه قويه، مره قويه، وخاصه في الالتيميت. صحيح مو سريعه مثل اول بس لسه مره قويه. اتوقع هذا كل السكنات. وطبعا نزل المود الجديد كابشر ذا فلاج، في كومبتيتيف كابشر ذا فلاج. ان شاء الله بكره راح نسوي بث مباشر والعب معاكم كل البليسمنت ونشوف وين نروح معه في النهايه. فتقريبا هذا ايش كده وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى عجبكم واستمتعتم فيه. ادري في ايام اللي راحت ما نزلت كثير لان اختربت عندي جميع برامج المونتاج، بس بشاكر ما قصر معي، اعطاني تحديث ممتاز حق ادوبي بريمير وزبط معي واقدر اسوي فيديوهات. وسبحان الله حتى الاوبي اس اخترب معي، ما كنت اقدر اسوي حتى بث مباشر. والمايك هم اخترب بعد معي، وهذا مايك تقريبا عندي قديم، ركبته كده رجعته بلو سنو والحمد لله الحين زبط، بس مشكلته حساس بزياده، يعني لو اضرب سبيس في الكيبورد تسمعونه على طول، مو مشكله. اتمنى هذا الفيديو عجبكم استمتعتم فيه، ان شاء الله الايام الجايه راح يكون فيه اشياء اكثر واكثر باذن الله الواحد الاحد، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي. وطبعا قبل لا انسى عطنا رايك في الكومنت تحت، افضل سكن واخل سكن، شيء ما حبيته وشيء مره ممتاز وشيء تتمنى تلقاه. فنشوفكم على خير الفيديو الجاي، السلام عليكم.